مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الجولة الجديدة من برنامجكم جولة الكاميرا، والتي دائما نحاول أن نقدم كل ما يحوز على رضاكم وأعجابكم من خلال الفقرات التي ننتقيها لكم. لجنة بشائر الخير أعزائي المشاهدين هي لجنة من اللجان الخيرية في الكويت والمنتشرة في كل مكان، افتتحت مقرها الرئيسي في منطقة الروضة. كاميرا البرنامج كانت هناك وسجلت لقاء مع الشيخ عبد الحميد البلالي، والذي تحدث عن أهمية دور هذه اللجنة خاصة فيما يتعلق بمكافحتها لآفة المخدرات. أيضا تحدث لأسرة البرنامج أحد المدمنين التائبين. إليكم هذه الفقرة. طبعا احنا اليوم مناسبة افتتاح لجنة بشائر الخير اللي في الروضة، وهي تعتبر اللجنة الشعبية الوحيدة في العالم اللي تعالج بالطريقة الإيمانية. واليوم أتانا الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد خالد الكليب وافتتح المقر، ونحن الآن في وسط المعرض الدائم لهذا المعرض اللي يحكي قصة هذه اللجنة وكيف نشأت وكيف تعالج المدمنين بالطريقة الإيمانية. وفيها بعض الصور يعني المؤلمة عن بعض شبابنا الذين توفوا بالجرعة الزائدة في الهروين، وكذلك بعض أنشطتنا التي نقوم بها لتغطية وعلاج المدمنين، كما تبين هذه يعني هذا المعرض اللي ندعو لجميع الناس يحضروا له. بعض إصداراتنا اللي احنا نقوم فيها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي بلدنا وأبنائنا وبناتنا من هذه الآفة الكبيرة. جزاكم الله خير. أنا اسمي أبو سعد، تائب من رحلة إدمان طويلة امتدت إلى 22 سنة، وعضو في لجنة بشائر الخير المباركة التي يرأسها فضيلة الشيخ عبد الحميد البلالي، ومتطوع للعمل من خلال هذه اللجنة. فلقد شاء الباري عز وجل أن تكون هذه اللجنة المباركة هي السبب لنهاية رحلتنا الطويلة والمعاناة مع المخدرات، معاناتنا الشخصية ومعاناة أهالينا معنا. حقيقة يعني طول الرحلة لها سببين، يعني السبب الأول أخطائنا الشخصية كمدمنين، والسبب الآخر الأطروحات الغير واقعية يعني البعيدة عن 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 الميدان المائلة للتنظير. لذلك يعني بشائر الخير ما طرحت شيء جديد، هي نظرية إيمانية، لكن الشيء الجديد اللي فيها أن يعني ما انتظرونا نيهم، هم جونا، انزلوا إلى الميدان، لامسوا جروحنا ومشاكلنا، وأحيوا ما خبى في صدورنا من حس إيماني. أنا الحين صار لي كذا سنة طالع من السجن، ليه الحين أصوات قفال الزنازين أسمعها بعض الأحيان؟ ليه الحين ساعات أقعد من النوم لي شفت زوجتي يمي وشفت أن أنا بدار أقول الحمد لله، لأني أكون أنا عايش في أحلامي لازلت داخل السجن. يعني أنا أخاطب
أخاطب أخواني اللي لا زالوا مبتلين. يا أخوان، أهل مكة أدرى بشعابها، وأنا لما أخاطبكم أنا منكم وفيكم. يعني أتذكر أنا أول لجاني شيخ دين أو دكتور أو كذا ينصحني، أقول هذا إيش درى ما يدري عن، فحقيقة أنا منكم وفيكم، ولا إحنا أرجل منكم يا أخوان. لكن أنت يعني بس أعزم، الله سبحانه وتعالى أكرم من أنك توجه له ويخذلك. يعني المسألة يبيلها مو كافي رغبة، يبيلها إرادة، وفي فرق ما بين الرغبة والإرادة. يعني أنا طول رحلتي هذه 22 سنة ما قابلت مدمن تقول له تبي تبطل يقول لك لا، الكل يبي يبطل، لكن في من يحول هذه الرغبة إلى إرادة. شلون تحول إلى إرادة؟ تتخذ فعل. الفعل يتمثل بالنسبة لنا احنا، يتمثل ان انت تجينا تقول والله ساعدوني، وذيك الساعة احنا عيوننا وقلوبنا مفتوحة لك قبل اللجنة وقبل ابواب اللجنة. تحت رعاية معالي وزير الإعلام يوسف سميط، تم افتتاح المعرض التراثي المستمر في مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالجابرية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وبعد. مركز المخطوطات والتراث والوثائق من المراكز العاملة الخادمة في لخدمة التراث الإسلامي والعربي والشعبي، فهو يجمع المخطوطات من العالم، المخطوطات في العلوم المتنوعة الإسلامية في الطب والبيطرة والحديث وال الفلك وغير ذلك والعقائد والتاريخ والجغرافيا، وكذلك يجمع الوثائق القديمة من العهد الأموي والعهود الإسلامية التي تلت ذلك العهد، ويجمع كذلك الوثائق الكويتية القديمة والوثائق التي تهتم كذلك في دول مجلس التعاون وإيران والعراق واليمنين. وهذا المركز حقيقة يهتم كذلك في جمع التراث الإسلامي المتنوع والتراث الكويتي وغير ذلك. ومما جمعناه في السنين العشرين الماضية من معلومات ومن وثائق ومخطوطات وغير ذلك، هذه الوثائق اللي هي الوثائق العدسانية الأصلية، وهذه نماذج منها حقيقة، وهي من القاضي الأول، أعني بالقاضي الأول عدساني وليس القاضي الأول في الكويت، لأن القاضي الأول في الكويت هو بن فيروز ثم يتبعه أحمد عبد الجليل. فهذه حاولنا أن نحصل على النسخ الأصلية من تواقيع أو من وثائق القضاة الكويتيين منذ بداية يعني العهد القضائي العدساني إلى العهود اللي تلتها إلى أن وصلنا إلى قاسم حمادة، القاضي القاسم حمادة رحمة الله على الجميع. ثم أنه هو هناك كذلك جمع للمراسلات التي تمت ما بين علماء العرب والمسلمين في العالم وما بين القضاة الكويتيين منذ الشيخ القاضي عبد الله الخلف الدحيان وإلى من تبعه بعد ذلك. ثم أن
هنا توجد كذلك وثائق أخرى حقيقة، هي ما جمعناها من أو ما جمعناه من العالم عندما كنا نرحل في الحصول على الوثائق والحصول على أو نجمع المخطوطات الإسلامية، فكنا ندخل الأسواق ونتجول فيها ونتجول في المتاحف وغير ذلك، وخاصة المزادات التي تباع فيها بعض الأنتيكات والتي تتعلق سواء إسلامية أو عربية أو سواء تتعلق في قضايا تخص البلد التي نحن نكون فيها. دائما نحث المواطنين وخاصة الذين يملكون وثائق ويملكون مخطوطات ويملكون أشياء نادرة مثل أجهزة السدس مثلا اللي كان أهل السفر يحرصون عليها في رصد الشمس، والخرائط، فهذه مثلا أواني كانت تحفظ فيها الخرائط في البحر وتوضع في هذا الصندوق. كما أن نحرص على هذه الأشياء، نحرص على الخناجر والسيوف والعصي التي كان يستخدمها القادة سواء العرب أو غير العرب، المسلمين أو غير المسلمين، والدوات التي كانت تستخدم قبل صناعة الأقلام والأحبار اليوم، فهذه مثلا دوات تحفظ فيها المقالم، أقصد الأقلام، وتحفظ فيها الدوات اللي هي الأحبار القديمة وهكذا. مما نحرص كذلك على الكتب الكويتية القديمة التي تكلمت عن الكويت أو تكلمت عن تاريخ المنطقة أو شيء من ذلك. نحرص كذلك على المجلات والجرائد القديمة، فهذه مثلا مجلة الكمال في سنة 1939 والبصير في سنة 1955، هكذا الأصليات، يعني هذه الجرائد الموجودة مختومة وعليها طوابع وهي قديمة. أما بالنسبة لهذه الحلي فهذه ما تستخدم في الجزيرة العربية في السابق، وتعتبر هذه كلها من الحلي التي كانت تتحلى فيها النساء في ذاك الوقت، علاوة على الأشياء هذه التي ترونها من مجلات قديمة وساعات وغير ذلك، فهذه كلها كنا يعني نحرص عليها أثناء حقيقة تجوالنا في العالم. يعني لا نكتفي بالشيء الذي ذهبنا لا، يعني اللي هي الكتب القديمة أو المخطوطات أو شيء من ذلك، إنما كذلك نحرص على الحصول على هذه المقتنيات التي حتما ستكون في يوم الأيام من النوادر التي يتحدث عنها الناس. هذه المخطوطات التي حقيقة نحرص عليها مخطوطات أصلية من في العلوم العربية المختلفة والإسلامية، في الفقه والحديث وعلم الطب والبيطرة والصيدلة والفلك وغير ذلك، فهذه كلها من الأشياء المهمة أو عفوا من التراث المهم الإسلامي الذي نحرص عليه ليحقق بعد ذلك ويخرج بعد ذلك عن طريق الطباعة والتحقيق الجيد إلى أن تصير كتب مطبوعة ويتداولها الناس وتقرر في الجامعات أو في الكليات العلمية وغير ذلك. هنا المنطقة هذه منطقة قسم الطوابع والعملات، سيكون هناك إن شاء الله في المستقبل بيع طوابع وعملات للهواة والمحترفين وغير ذلك. هذه يعني عندنا طوابع بأحجام متنوعة وقرون متنوعة وسنوات متنوعة ولبلدان متنوعة. كذلك هذه حقيقة الصور القديمة التي ترونها الآن من الحياة الكويتية القديمة، كذلك حرصنا عليها من الأراشيف العالمية وجلبناها من الأراشيف العالمية، على وعلى هذا الذي ترونه الآن من خرائط، أو أعني هناك اللي هي الشجرة، شجرة آل صباح، وكذلك القضاة، وكل قاضي مقابلة كل الحاكم الذي حكم الكويت، فرتبناها بالترتيب ذلك، وكذلك شجرة نسب الصباح، وهذه السلسلة من بداية حكم الصباح قبل مجيئهم إلى الكويت إلى وصولهم إلى الكويت في سنة 1705، فقد بيناها بصورة. على وعلى هناك صور المعتمدين البريطانيين الذين
حقيقة يعني دخلوا أو حكموا أو كان لهم دور في البلد أيام ما كان الاستعمار البريطاني أو وجود البريطانيون في المنطقة، من بداية أول واحد حتى اللي هو آخر واحد اللي هو أصبح بعد ذلك كان معتمدا ثم صار سفيرا للكويت بعد أن استقلت أيام الشيخ عبد الله السالم. طبعا علاوة على هذا نحرص على السجاد المتنوع الذي ترونه في هذه الأرضيات هذا بهذا الشكل، نحرص عليه. هذا طبعا السجاد فيه عمره 100 سنة والبعض 70 و50 سنة وهكذا، وهو كله صناعة يدوية قبل أن تطولها أيدي المكائن وغير ذلك. هذا طبعا المعركة اللي هي معركة الرقعي واللي تعتبر يعني آخر المعارك اللي دارت في الكويت، وهذه طبعا المعركة صورها الكاملة يعني ملف كامل عندنا لهذه المعركة قد صورناها من الأراشيف الأجنبية، وها كما ترونها طبعا صورة عن الأصل. يظهر في الصورة أنه كان من الشباب اللي قاتلوا في هذه المعركة وقاد فيها اللي هو الشيخ عبد الله الجابر والشيخ عبد الله الأحمد. وطبعا المعركة كانت في 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 الشتاء وكان البرد قارس جدا كما ترون الآن. طبعا ساعد أهل الكويت البريطانيون في ذاك الوقت الجيش البريطاني، ولكن حقيقة لم تقع أي حرب عندما دخل البريطانيون إلى الكويت، إنما يعني مجرد أنه هو كان أتوا بعد ذلك للحماية، لأن بين الكويت وبين بريطانيا الحماية التي عقدها الشيخ مبارك في سنة 1899. وهذه الآن صور للمعركة لأنها بحرية، فهذه كلها كما ترون ناحية الجهرة في ذاك الوقت، وكما ترون إلى داخل السور، وهذه الآن القصر الأحمر، وهذه كلها محاربين، ونرى هنا يعني صور للمحاربين وكانوا يعني يطولون شعورهم وما يسمى بالبسايل، وكانت يعني مفخرة ومرجلة في ذاك الوقت حقيقة بالنسبة للقادة والمحاربين الكويتيين. أقيم في كلية التربية الأساسية المعرض الفني 19 لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، شارك فيه عدد من الطلبة.
أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى فقرة إنسايد. هذه الفقرة كما نذكر لكم دائما نسلط الضوء من خلالها على بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية. هذه المرة مع فريق عمل برنامج Women Only. أعزائي المشاهدين، وفي إطار هذه الجولة يسعدنا أن نلتقي بمعد ومخرج البرنامج الأخ سعيد مبارك. مساك الله بالخير أخ سعيد. مساك الله بالخير وكرامة يا هلا. سمحت بس نعطلك خمس دقائق بداية، يا ليت بس تعطينا فكرة عن البرنامج وطريقة الإخراج فيه وفكرة الإعداد أيضا. والله البرنامج ومن أقول لي تقريبا صار له بادين فيه تقريبا من بعد رمضان، من بعد عطلة رمضان تقريبا. إحنا الحين قاعد نمنتج الحلقة رقم 16 في البرنامج. البرنامج طبعا يطرح او يلقي الضوء على كل النشاطات النسائيه في الكويت. تقريبا 70% الجنسيه الكويتيه او المراه الكويتيه، و 30% المراه من عده جنسيات اخرى. لماذا للنساء فقط؟ هل انت رجل ضد الرجال؟ لا ابدا، بس عموما كانت قديما تقريبا اول بتلفزيون الكويت برامج عديده للمراه. بس برنامج قناتنا الثانية ما كان طبعا هناك أي برامج للمرأة، ففكرنا أن احنا نطرح الضوء لكثرة النشاطات النسائية والجمعيات النسائية والأنشطة الرياضية والجامعة والكليات، كليات الجامعة كذلك فيها الموضوع هذا. فحبينا أن احنا نطرح أو نلقي الضوء على النشاطات هذه ونبينها للناس، لأن كانت عموما كانت تنزل دائما الأشياء كخبر معين سواء في الأخبار أو الشغلات هذه، خبر قصير. إحنا حبينا أن نعطي تقريبا النشاطات هذه حقها من الظهور، وعشان كذلك الناس الناطقين باللغة الإنجليزية بما أن إحنا قناة الثانية يفهموا شنو قاعد يدور بالبلد من نشاطات نسائية. طيب هل هناك تنسيق مع هذه الجهات؟ نسقون مع الجهات اللي تحبونكم تغطون نشاطها؟ والله طبعا، لأن تقريبا البرنامج تيم كامل، معدين ومصورين ومذيعة ومساعد مخرج ومخرج. فطبعا التنسيق يقومون بالاتصال بالجهات هذه والأماكن هذه ويأخذون منها مواعيد للتصوير ويسألون عن الأنشطة اللي موجودة أو الأنشطة اللي راح تصير في الأيام الجاية، وطبعا نلتقي معهم ونصورهم ونبتدي عاد احنا نحط التعليق والموسيقى التصويريه لنجاح البرنامج هذا او لظهوره بالصوره اللي قاعد تشوفها. اخ سعيد، طبعا مثل ما ذكرت قبل شويه ان المشاهد قاعد يتفاعل مع البرنامج من خلال وصول الفاكسات والاتصالات الهاتفيه. المشاهد هذا هل ينتظر من البرنامج شيء جديد؟ والله ان شاء الله. احنا تقريبا الجمعه تاريخ 26 راح تكون اخر حلقه في الدوره الحاليه، وراح نتوقف في الصيف اللي هو شهر 7 و8 و9، وإن شاء الله البرنامج راح يطلع برا الكويت، راح نكون إن شاء الله في جولة خليجية. كذلك هم نلقي الضوء على النشاطات النسائية في الخليج اللي هي البحرين والإمارات وعمان، وإن شاء الله راح تكون هناك في شغلات جديدة ويعني مواضيع بعد ما طرحناها يعني بالحلقات اللي فاتت هذه كلها. نسقتوا مع الجهات اللي راح توصلوا لها إن شاء الله في الخليج؟ والله إن شاء الله. إحنا الحين في صدد الاتصال مع السفارات الثلاث اللي هي سفارة دولة البحرين وسفارة دولة الإمارات وسفارة سلطنة عمان، على أساس إنه يعني يساعدونا في عملية الاتصال مع الناس اللي هناك والأسماء اللي إحنا نبي نعمل معاها لقاءات، سواء فنانين سواء شعراء أدباء رياضيات أو حتى كذلك المرأة اللي تزاول عملها في السلك اللي تماشي الرجل فيه مثل البوليس أو الشغلات هذه كلها. وإن شاء الله ما أنا ما بي على قولة القائل إن أحرق المفاجأة، بس إن شاء الله راح يكون وومن أول ابتداء من شهر 10 الجاي إن شاء الله، كلها حلقات إن شاء الله راح تكون ترضي المشاهد. بس المطلوب
لا ينسونا يعني، واذا في انتقادات تليفوناتنا وفاكسنا موجود على البرنامج، يقدرون حتى الانتقاد احنا نتقبله اذا صار شيء ما عجب، واذا اللي يعجبهم يقولون عشان نزيد منه. وسلامة عمرك. The paintings were constituted of oil and water paintings in addition to a new form of creative drawing on brass, sedu embroidered with glass and drawings. Also, not forgetting ceramics and the beautiful mud molds and painting on leather. The college held an award ceremony at the Shamia location for the Basic Educational College, where all participants, ranging from arts to culture to sports, were awarded. مذيعة حبيبة خالد، مساك الله بالخير. أهلا وسهلا. بما أنك أنت أحد فريق العمل، ومثل ما ذكر معد ومخرج البرنامج الأخ سعيد مبارك، أنكم تيم واحد، كيف تتعاملين مع هذا البرنامج؟ مثل ما سعيد ذكر، نحن تيم واحد، فالعمل كتير ممتع. يعني سعيد بيساوي الإعداد، أنا بساوي الترجمة، ممكن ساعات ساوي فويس أوفر مساعدة زيادة، بس الشغل عامة كتير ممتع، ما في تفريق وما في وقت. العمل بهذا المجال خاصة أنا مرأة، والعمل عن المرأة، فهو أكيد شيء ممتع بالنسبة لي. يعني أنت تساهمين في أشياء غير عملية التقديم؟ ساعات ممكن، يعني ساعات حتى أن المقابلات نحن منقدم شخصيات، أنا بعد الأسئلة حسب دراستي للشخصية. طيب أنت عملتي في برامج أخرى؟ إيه، أنا صار لي 3 سنين بالإعلام. كيف ترين العمل في برنامج للسيدات فقط؟ هل عملية التقديم تطلب منك في البرنامج شيء مختلف، شيء متميز، خصوصاً يعني موضوع يتكلم بس عن المرأة؟ هو مش لأنه بيحكي بس عن المرأة، هو بيطلب مقدرة معينة، لأنه إحنا أوقات منقابل شخصيات دبلوماسية، أوقات منقابل مصففين شعر، مختصين مكياج، فكل واحد لازم أنت تكلمه بأسلوب مختلف، فهو بيحتاج مقدرة مختلفة، مش لأنه عن المرأة، لأنه شخصيات متنوعة. طيب تواجدين في عملية التصوير باستمرار ولا فقط أثناء ما يطلب منك في التقديم؟ لا، عادة فقط أثناء ما بيطلب مني، إلا إذا في مكان أنا بحسه مثير بحب إني أتواجد، بس عادة لا. مساء الخير وسيم. مساء النور. يعطيك العافية. وسيم، تكلمني عن دورك في البرنامج. مونتير البرنامج. طيب الناس المشاهدين يعرفون أو يشوفون على الكادرات إن كلمة مونتير، بس تعطيهم فكرة عن المونتير، طبيعة عمله شنو في البرنامج؟ المونتير هو أقرب شخص للمخرج، اللي بيشتغل مع المخرج وبيساوي الشغل 50%، أكثر شيء موجود مع المخرج، ويعني اللي دائما موجود معه. طيب وسيم، أنت فترة الشغل أمام الأجهزة هذه يستغرق منك من وقت كم؟ بيعتمد على مدة البرنامج، بس مو أقل من 4 ساعات لست ساعات يوميا تقريبا. عزيزي المشاهد في كل مكان، وصلنا معكم إلى نهاية المطاف، نتمنى أن نكون قد أرضيناكم من خلال ما قدمناه لكم، حتى أن نلتقيكم في الأسبوع القادم بنفس الموعد. لكم أجمل التحيات، إلى اللقاء. Thank you.